واحد خد اعدام لاخذ خالتي ولا حال الغرض عندي انا الاخر ياخذ اعدام ولاخذ خد المؤبد بارك علي انا مره اخرى ما تقوليش بهم والاخر خد المؤبد هادو هما اللي عندنا بهم غرض وواحد خد اخر 50 80 الاعدام والاخر اللي بغى يتقلص راه تقلص هو هذاك راه خد المؤبد والحمد لله الحمد لله على كل حال راه اللي تجرى عليا راه يقدر يجرى على اي مغربي حتى انا راه ما عمرو كان طالي في بالي والحمد لله ايوا رحنا باقيين مغاربه باقيين عارفين كاين الناس اللي مغاربه اللي عندهم اللي احرار اللي عارفين بحق ما تيبغوش الظلم وراه باقي الحمد لله بيت على خير قبل الحكم كنتي مخلوع وا لا بدا شويه لا بدا ولكن الحمد لله ولا تنصفنا تنصفنا الحمد لله المهم واحد شويه بعدا تنصفنا هذاك الاجل ديالو حنا ما لا اعتراض القضاء الا ما تنهضروش حنا على الاجل الاجل راه هذاك الاجل ديالو هو هذاك حنا لا اعتراض القضاء الا حنا مؤمنين الا كان ابتلاء مرحبا به الا كان تقولوا لي حنا ولكن ناخذ ياخذ الجزاء ديالو ناخذ الجزاء ديالو الحمد لله ما هذاك الاجل كان ما يموت بلاصه اخرى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خدنا داك الشيء ملي خدنا كان هذاك تنصفاتنا الحمد لله الحمد لله وشكرا تشكركم كاملين التهم الرئيسي شحال تحكم اعدام 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 والاخر اللي بغى يدك خد المؤبد